أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا المصطفى أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ثم اللعن الدائم على أعدائهم وجاحدي إمامتهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. اعلموا أيها الإخوة أن الثبات على الحق في الدعوة إلى سبيل الله تبارك وتعالى من أصعب ما يكون على العامل. إن لك مجالا واسعا في الدعوة، تتحرك في وسط المجتمع داعية، ولكن هذا المجال الواسع تجده شيئا فشيئا يتضيق أمامك إذا ما كنت ملتزما بهذا المبدأ، وهو الثبات على الحق. تأتيك فجأة ضغوط شديدة ومساومات عديدة تلجئك إلى أن تتنازل شيئا فشيئا عما تعتقده من الحق. يريد منك المجتمع، حيث أنه قائم في هيكليته وبنيويته على كثير من الضلال، يريد منك ألا تدعو إلى ما يشكل تهديداً لهذا البنيان ولهذه الهيكلية، وتتدخل أو تدخل على الخط في مواجهتك مراكز قوى متنوعة، ما بين حكومة أو حزب أو متنفذ أو جماعة أو طبقة من التجار مثلا والمتحكمين بالسوق إلى ما هنالك. هؤلاء كلهم تجدهم يدخلون على خط مواجهتك. نعم، إذا ما تنازلت وإذا ما تخليت عن الثبات على الحق، فإنك تجد المجال واسعا. أما إذا ما أصررت على العناد، على أن تعاند المجتمع وتعاند مراكز القوى تلك، فإنك تشعر بضيق شديد، فضلا عن المخاطر والتهديدات والمشاكل التي يمكن أن تقع فيها، وتتراوح هذه المشاكل والمضار في صنوفها وأنواعها إلى أن تصل في مرحلة ما إلى القتل. فلا بد لهذا العامل في سبيل الله أن يوطن نفسه على القتل،
ما دمت تريد فعلا أن تدعو إلى الله عز وجل فعليك أن تتوقع أن تقتل. إذا كنت لا تريد أن تقتل أو لا تريد أن تستوعب أنه يمكن يوما ما أن تقتل فلا تتصدى إلى الدعوة إلى سبيل الله. إذا لم تكن قادرا على استيعاب حقيقة أنه يوما ما يمكن أن تسجن وتعذب فلا تتصدى. إذا لم تكن تريد أن تتضرر في مالك، في ذويك، في نفسك، في بدنك، في شيء من هذا القبيل فلا تتصدى، لأنك إن تصديت وأنت لا تريد أن تتحمل مثل هذه التضحيات أو أن تضحي بمثل هذه التضحيات فإنك ستكون على باطل لا محالة، سيكون عملك مشوبا، ستكون دعوتك دعوة خاضعة لأهواء المجتمع ومن تتعامل معه، وهذا الخضوع يخل بشروط تصديك للدعوة، فلا تتقدم، لا تدعو، لأنك تفسد أكثر مما تصلح. مر عليكم ما نقلناه من حكمة لمولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه لعله في المحاضرة قبل السابقة، لما قال، وهذا تجدونه في نهج البلاغة: لا يقيم أمر الله سبحانه إلا من لا يصانع، يعني لا يداهن لا يجامل، ومن لا يضارع أي لا يخضع، لا يخضع لأهواء المجتمع، لا يخضع لمراكز القوى، لا يخضع للحكومات، لا يخضع للطوائف، لا يخضع للأحزاب، ينطق بكلمة الحق كما هي ما يهمه، لا يقيم أمر الله سبحانه إلا من لا يصانع لا يجامل ولا يضارع من الضراعة أي الخضوع لا يخضع ولا يتبع المطامع لا يكون طماعا بشيء من شؤون الدنيا. إذن الثبات على الحق، الثبات على الحق، الثبات على الحق، هذه لابد أن تكون سمة لكل من يتصدى للدعوة إلى الحق، وإلا كان هنالك خلل في منهجه وفي أصل تصديه. صحيح أن الأمر تترتب عليه مضار، صحيح أنه تترتب عليه مشاكل، صحيح أنه يترتب عليه لا أقل من الضيق، الله العالم أنه هذا الذي يتصدى لبيان الحق والدعوة إلى سبيل الله وهو متمسك بالحق كقابض بيده على جمرة من نار، الله العالم ما الذي يتعرض إليه من ضيق من مشاكل ليل ونهار، ليل ونهار، اسألوا من هم يسلكون في هذا المسلك. فجأة تجد المجتمع خصوصا في المراحل الأولى ينقلب ضدك، يواجهك بأسلحة فتاكة، لماذا؟ لأنه لا يريد منك أن تواصل هذا الطريق، هذا المشوار، يريد أن تبقى الأوضاع على ما هي عليه. على كل حال لابد لهذا الذي يسلك في هذا المسلك ينتظم في سلك الدعاة إلى الله
تبارك وتعالى لا بد له من أن يتأسى بأئمته صلوات الله عليهم ويقتدي بهم، فيثبت على الحق مهما حصل ويتحمل الضغوط. هنالك رواية شريفة يرويها الشيخ الجليل الكشي صاحب الرجال في كتابه، هذه الرواية هي في الأصل رواية عن إمامنا علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وهي رواية طويلة، وفيها يستشهد الإمام الرضا عليه السلام بمقولة لجده الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ماذا يقول الإمام الصادق كما نقل الإمام الرضا؟ قال: إلى الله أشكو. شكوى الصادق، والحديث للعلم يعني أستطيع أن أسميه هكذا، أنه أشبه بالمطموس، لعل معظمكم إن لم يكن كلكم يسمع به للمرة الأولى. هذه الدفائن التي في التراث، في تراثنا العظيم، لا تخرج. لماذا؟ وتعلمون كم مرة نحن ننقد هذه الحالة، أنه كثير من تراثنا لا يخرج، لا يظهر. ما هو السبب؟ إحدى الأسباب كما بينا أكثر من مرة، قلة الاطلاع، قلة الوعي، قلة التحقيق. الخطباء عليهم أن يقرأوا، عليهم أن يطالعوا، عليهم أن يحققوا، هذا عامل صحيح. ولكن هنالك عامل آخر سبق ونبهنا عليه أكثر من مرة، وهو القصد في التكتم، يعني أنه تكتم أصناف من الأحاديث التي قد يظن أولئك أنها محرجة إذا ما ظهرت على الملأ العام، وهذه نعتبرها مؤامرة على تراث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. يعني على سبيل المثال، نظام إيران الآن لماذا طبع أجزاء من موسوعة البحار يعد جريمة؟ الجزء 29، موسوعة البحار كم جزء؟ 110 مجلدات. المجلد 29، مجلد 30، مجلد 31. إذا الآن واحد يروح يطبع بإيران يذبوه بالسجن، إذا يلاقون أنه أكو هنالك واحد صاحب دار نشر أو مكتبة تبيع الكتب أو توزع الكتب، توزع هذه الكتب علانية يذبوه بالسجن. ليش؟ شنو المشكلة؟ يقولون لأن هذه المجلدات اسمها مجلدات المطاعن. شنو يعني مجلدات المطاعن؟ أبواب صنفها العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه في ذكر مثالب ومعايب ومخازي أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة من أقوال الأئمة الطاهرين صلوات الله عليه، من أقوالهم. هذه مو أحاديث أهل البيت؟ يعني أليس مهما مثلا نحن أن نعرف ماذا قال الإمام الحسين في أبي بكر وعمر؟ هذا شيء مو مهم؟ لماذا يحجبون عنا قول الحسين؟ قال الحسين بن علي: إن أبا بكر وعمر ظلمانا وحملا الناس على رقابنا. هذا موجود في مجلدات المطاعم، روح اقرأ، العلامة المجلسي يذكر هذه الرواية. شنو مو مهم أنه الأمة تعرف موقف الحسين من أبي بكر وعمر؟ أليس مهما؟ لا، من أجل الوحدة الإسلامية ندفن تراث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. مؤامرة، مؤامرة على تراث أهل البيت. أنتم جميعا مسؤولون، جميعا جميعا، من كبيركم إلى صغيركم، أن تتصدوا إلى هذه المؤامرة. هذه المؤامرة لا يجب أن تمرر،
تراث أهل البيت المقدس لابد أن يظهر كله، لا ننتقي منه ما نشاء وندفن الباقي ونجعل الحقيقة تدفن. إذا كتمنا هذا الصنف من الأحاديث، ما الذي سيحصل؟ تشوه عقائدي في المستقبل، فضلا عن التشوهات الخلقية الموجودة الآن عندنا، يصير عندنا تشوه عقائدي والطامة فيه أكبر. إذا لا سمح الله نصل إلى مرحلة نجد أبناءنا في المستقبل يتصالحون مع أبي بكر وعمر مثلا، أو مع خط أبي بكر وعمر، لأنه عمر ما سامع أنه أئمته يهاجمون أبا بكر وعمر ومنهج أبي بكر وعمر، ويعتبرون أن أبا بكر وعمر ظالمان مبتدعان كافران، كافر من أحبهما كما قال الإمام السجاد صلوات الله عليه. هذا أمر لا بد من التصدي له. على أي حال، هذه شقشقة. نعود إلى أصل بحثنا. هذا الحديث أخرجه الكشي عن الرضا صلوات الله عليه، عن الصادق صلوات الله عليه قال: إلى الله أشكو أهل المدينة. أشكو أهل المدينة في زمانه الإمام كان يشكوهم. لماذا؟ يقول: إنما أنا فيهم كالشعر ما أنتقل، يريدونني ألا أقول الحق، والله لا أزال أقول الحق حتى أموت. سامعين بهذا الحديث من قبل؟ إلى الله أشكو أهل المدينة، هذه شكوى الإمام الصادق عليه السلام المجهول، شيعته لا يعرف. زين، من ماذا؟ يقول: إنما أنا فيهم في أهل المدينة كالشعر ما أنتقل، ما أتزحزح. الشعر هو هذا الشعر الذي نعرفه، صحيح؟ الشعر في اللغة العربية له أصلان: أصل يدل على الثبات، ومن هنا سمي الشعر شعر بدن الإنسان شعرا. لماذا؟ لأنه ثابت على بدن الإنسان، يعني حتى لو انفصل عنه ينبت شعر آخر، بمعنى أن بدن الإنسان لا يتزحزح أو لا ينفك عنه الشعر. لهذه الخصلة، للثبات في هذا الشعر، سمي ماذا؟ شعرا. كذلك الجبل، الجبل كذلك يقال له شعر في اللغة العربية للعلم. مثلا هنالك جبل معروف اسمه شعر بني سليم، شعر بني كلاب. لما تجدون في كتب التاريخ، في كتب التراث، يقولون شعر بني كلاب، شعر بني سليم، يعني شنو؟ يعني الجبل الذي كان في المحل التي يسكنها بنو سليم، بنو كلاب. ليش يسمى الجبل شعرا؟ لأنه فيه خصلة الثبات، الارتكاز. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني لكلمة الشعر معنى العلم، ولذلك يقال للشاعر شاعر، عالم بما يقول. هنا كلام الإمام عليه السلام حينما يشبه نفسه بالشعر: إنما أنا فيهم، أي في أهل المدينة، كالشعر ما أنتقل، يعني يقول أنا ثابت على مبدأي، ثابت على ديني، لا أتزحزح، لا أنتقل. وأهل المدينة يريدونني ماذا؟ أهل المدينة كانوا جلهم حين ذاك ممن؟ من المخالفين. يريدون من الإمام الصادق عليه السلام أم ماذا؟ أن يتزحزح عن مبادئه، أن يتصالح مع أئمتهم مثلا. الإمام ما كان يقبل، لذلك كان يواجه ضغوط شديدة من قبل مجتمع المدينة، فكان يشكو الله عز وجل منهم: إن إلى الله أشكو أهل المدينة، إنما أنا فيهم كالشعر ما أنتقل،
يريدونني ألا أقول الحق، هذا الذي يطلبونه مني، أنه لا أقول الحق، لا أتكلم بالصدق. ويأتي جواب الصادق صلوات الله عليه مقسما بالله، شلون مبدأ عظيم، والله لا أزال أقول الحق حتى أموت. هذا كلام الإمام الصادق. الذين ينتظمون في مدرسة جعفر بن محمد الصادق عليهم الصلاة والسلام، عليهم جميعا، على هؤلاء المنتظمين في هذه المدرسة أن يقسموا بمثل هذا القسم، لا أنه لأنه أنا عايش في مجتمع لا يقبل هذه الكلمة، لا يقبل كلمة الحق هذه، أنا أتنازل ولا أستمر بقول الحق. نعم، إذا ما كنت تريد أن تتصدى للدعوة تجلس في بيتك، اجلس في بيتك خلاص، أما تضع على رأسك عمامة وتصعد منبر يعني أنت متصدي للدعوة، فإن عليك أن تقسم بهذا القسم، تقول والله لا أزال أقول الحق حتى أموت، كما قال إمامك الصادق صلوات الله عليه. الحق يعني شنو؟ يعني ولاية أهل البيت عليهم السلام. الحق يعني شنو؟ البراءة من أعداء أهل البيت، هذا أيضا حق، هذا حق ينبغي أن تبلغه للناس. نهي الناس عن أن يوالوا جماعة من المنافقين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وأزواجه. الرسول كان محاطا بمجموعة من المنافقين كشأن جميع أنبياء الله وأوصياء رسله صلوات الله عليهم. هو النبي صلى الله عليه وآله يقول كما في صحيح البخاري، ليس فقط عندنا، ما من نبي، مضمون الحديث وقد نقلناه آنفا لكم، ما من نبي إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالخير وبطانة تأمره بالشر، يعني كل نبي له بطانتان، جماعة أصحابه مقسمين قسمين، بالبخاري موجود، جماعة بطانة خير بطانة شر، هذا اللي موجود. فهذه بطانة الشر جماعة المنافقين الذين كانوا محيطين برسول الله صلى الله عليه وآله وكان يشكو إلى الله منهم. في مصادر أهل الخلاف هنالك أيضا بعض الروايات التي تذكر أن النبي صلى الله عليه وآله كان يشكو هؤلاء إلى الله، موجود. فنهي الناس من أن يوالوا هؤلاء المنافقين هذا حق، من يتصدى إليه؟ من يتصدى له؟ من يتصدى لبيان هذا الحق؟ فلا يصح لأحد أن يقول إني لا أريد أن أقول كلمة الحق هذه، لأن المجتمع لا يتقبل. لا، ما دمت أنت تصديت فتحمل. كان الأبرار من أتباع أهل البيت صلوات الله عليهم يعملون بهذه الوظيفة ويتصفون بهذه الصفة، مهما كان المجتمع يعاكسهم في التوجه ويجور عليهم كانوا يثبتون على الحق ويدعون إليه بلا أي مجاملة، بلا أي نوع من أنواع المداهنة، وبذلك استحقوا المقامات العالية عند الله تبارك وتعالى والشأن الرفيع. أحد هؤلاء هذا الصاحب الوفي لرسول الله صلى الله عليه وآله، والصاحب الوفي لأمير المؤمنين، والصاحب الوفي للحسن والحسين والسجاد والباقر صلوات الله عليه،
هذا الرجل الذي ذكر المؤرخون أنه كان آخر من بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، أو من أواخرهم على أقل تقدير. مد الله في عمره إلى أن جاء إلى الإمام محمد بن علي الباقر وقال له جدك يقرئك السلام. من هو؟ تعرفون؟ جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. تاريخهم مجهول إلى اليوم كعادتنا. الناس تعرف عن جابر بن عبد الله الأنصاري ماذا؟ الأربعين، ما جرى في الأربعين، وهذه القضية أنه ذهب إلى الإمام الباقر عليه السلام يقبل يده ويقول له شمائل رسول الله جدك يقرئك السلام. وهاي هي. أكو شيء آخر بعد؟ أما هذا الموقف اللي الآن أنقله لا أحد يعرف عنه شيء إلا من ندر. شوفوا كيفية انطلاقة جابر بالدعوة إلى سبيل الله كيف كانت، كيف كان يتحمل، وكيف كان ينطلق بلسان يعتبر في عرف ذلك الزمان بل إلى زماننا لسان حاد يعتبر هذا، يعني كلمة تترتب عليها مضاعفات. كان قد شاب اشتعل رأسه شيبة، حاجباه سقطا على عينيه. هذا الموقف الذي أذكره كان حينما أصبح شيخا طاعنا في السن، حدودب ظهره، لحيته وشعره كله أبيض، هكذا حاله. كان يأخذ عصاة يتوكأ عليها ويمشي في سكك المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، ويذهب إلى أماكن تجمع الناس ليقول كلمة الحق، وإن كانت مستفزة للآخر، وإن كان الآخر يعتبرها كلمة تطعن فيه مباشرة، بل تطعن حتى في طهارته في شرفه. مجتمع المدينة آنذاك كما تبين لنا من رواية الإمام الصادق عليه السلام كان مجتمعا ماذا؟ أكثريته مخالفة لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، مو مثل الآن. الآن قسم كبير من مجتمع المدينة المنورة بحمد الله تعالى قسم كبير موال لأهل البيت من مجتمع المدينة وتعرفونه، أما في ذلك الزمان لا. أصلا عندنا روايات تذم ذلك المجتمع آنذاك بسبب التربية الناصبية التي تلقاها هذا المجتمع بعد انقلاب السقيفة، إلى درجة أن الأئمة عليهم السلام يقولون لا يعبد الله حقا من أهل المدينة إلا يمكن 3-4 فقط، ماكو أحد، البقية كلهم منحرفين. يروي شيخنا الكشي أيضا في رجاله عن أبي الزبير قال رأيت جابرا يتوكأ على عصاه، هذا الشيخ الجليل، وهو يدور في سكك المدينة ومجالسهم، مجالس أهل المدينة، وهو يقول علي خير البشر فمن أبى فقد كفر. يا معاشر الأنصار أدبوا أولادكم على حب علي، فمن أبى فلينظر في شأن أمه. اليوم اليوم إذا تقول علي خير البشر فمن أبى فقد كفر في مجتمع للنواصب أو المخالفين يعتبرونه طعنا فيه اليوم. هذا أنقل لكم نموذج. كان عندنا أحد العاملين في سبيل الله تبارك وتعالى من العلماء، كان ينظم
في إحدى الدول كان ينظم مؤتمرات عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فكان للتحضير لذلك المؤتمر كان يرفع لافتات في بعض الشوارع وما أشبه أو السكك، يرفع أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله قالها في أمير المؤمنين عليه السلام، كنوع من أنواع يعني أجواء ذلك المؤتمر والتحضير له وإلفات الأنظار إليه حتى يحضر الناس. فمن جملة الأحاديث التي كتبها على تلك اللافتة قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي خير البشر، فمن أبى فقد كفر. هذا حديث أخرجه أهل الخلاف، حديث موجود عنده. يقول: بعدما كتبنا هكذا ورفعنا هذه اللافتة أفاجأ بأنه في اليوم التالي إدارة الأمن وإدارة المخابرات تستدعيني وتستدعي كل من هم يحضرون لهذا المؤتمر، ورحنا في إدارة المخابرات في العاصمة ومشاكل وسين وجيم وتحقيق ورعب رعب رعب رعب. ليش؟ لأنه هذا الطعن. شنو معنى أنه تقول علي خير البشر فمن أبى فقد كفر؟ يعني إحنا كنا كفار، إحنا ما نؤمن بأنه علي خير البشر، لا نؤمن بأنه خير البشر طبعا بعد النبي صلى الله عليه وآله أبو بكر عمر عثمان هذول خير البشر، علي رقم أربعة. أصلا أنت تقول علي خير البشر، رسول الله خارج بالاستثناء الخاص، هذا معروف، معنى ذلك أنه حتى أنبياء الله علي خير منهم. إي نعم، أنبياء الله علي خير منهم، فمن أبى فقد كفر إلى جهنم وبئس المصير. هذا يعتبرونه طعنا شديدا فيهم. تكفرني. فالآن في هذا الزمان علي خير البشر فمن أبى فقد كفر يسبب مشاكل، وهذا لولا توسله ونذر ونذر كان ما طلع من المخابرات، الله العالم شنو كان يصير. هو نقل لي القصة بالتفصيل الآن ما أذكر، مع أنه يفترض هذه الدولة يعني ما أدري الآن بعض الناس هم يتباكون على نظامها، يعني على أي حال يحشر المرء مع من أحب، فالمفروض الدولة هذه متصالحة مع الشيعة كذا، لكن بعد ما تحملت هذه الكلمة. أنتم اقرأوا في التاريخ، ذات مرة وقعت فتنة عظيمة في بغداد في زمن الدولة البويهية. الدولة البويهية كانت دولة تتسمى بالتشيع، يعني كانت تدعي أنها دولة شيعية معروفة تحت ظل الخلافة العباسية كما يسمونها، لكن الدولة ماذا؟ شيعية، يحكمها البويهيون. في بغداد وقعت فتنة عظيمة، مجزرة تعرض لها شيعة أهل البيت عليهم السلام، ولعلي نقلتها ربما قبل سنوات، مجزرة، لأنه الشيعة كتبوا على مساجدهم في الكرخ في بغداد، كتبوا هكذا: محمد وعلي خير البرية. بس هذولا ما تحملوا، راحوا رفعوا سكاكين وأسلحة وراحوا هجموا على مساجد الشيعة وقتلوا من قتلوا، مع أنه تحت ظل دولة بويهية. ما تحملوا هذه الكلمة، يتحملون بعد علي خير البشر فمن أبى فقد كفر. فإذا كان هذا هو ما يترتب من نتائج على هذه المقولة حين ترفع أو تقال في زمان مثل الدولة البويهية وفي زماننا الحالي، فكيف بمثل زمان جابر تحت ظل حكومة بني أمية في المدينة؟ حين ذاك كان بنو أمية يحكمون المدينة المنورة، وكان المجتمع مجتمعاً مخالفاً لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أنت تخيل هذا واحد يروح الآن في سكك المدينة وهو شيخ طاعن في السن يتوكى على عصاه ويقول: أيها الناس علي خير البشر فمن أبى فقد كفر. هذه الشجاعة
الآن لا تتوفر في كثير منا، الآن لا تتوفر. يلا أنا أتحدى أنه واحد من الإخوة المؤمنين يروح في القصيم وهناك يدخل على مساجدهم أو يدور في سككهم ويقول علي خير البشر فمن أبى فقد كفر، يقول شنو أنا مجنون أروح فيقتلوني؟ جابر كان يصنع هذا، بل هو أشد من هذا، أشد من هذا كان يصنع. يا معاشر الأنصار أدبوا أولادكم على حب علي فمن أبى فلينظر في شأن أمه. خلي يروح يسأل أمه ايش سوت، وهذا هم يعتبرونه طعنا فيهم. احنا ما نحب علي بن أبي طالب، كانوا يقولونها صراحة في زمان بني أمية، مو بس ما نحب علي بن أبي طالب، إحنا نتعبد بلعن علي بن أبي طالب. هذه كانت سنتهم، هو أهل السنة. يعني شنو؟ شرحنا لكم سابقا مفصلا بالمصادر وبالأدلة أنه أساس تكون اصطلاح أهل السنة والجماعة الذين استنوا بسنة بني أمية في لعن علي وأهل البيت واجتمعوا على معاوية وبنيه، هذا صار أهل السنة والجماعة. خلص، هذا معنى أهل السنة والجماعة، هذا هو المنشأ التاريخي. بعدين فيما بعد قلبوه إلى معنى آخر أنه أهل السنة يعني سنة النبي، وتناقض هذا، لأنه يقول أنا من أهل سنة النبي وإمامه يقول لا نريد سنة النبي، حسبنا كتاب الله، ما نريد سنة النبي. يقول أهل السنة وهو إلى اليوم يعمل بالبدعة، يجوز الطلاق البدعي مثلا، شلون يصير أهل السنة؟ فالآن صارت القضية تناقض. أما إذا أرادوا حقا أن يفتشوا، هم يفتشوا، يفتشوا في مصادرهم أنه من أين نشأ هذا الاصطلاح، يجوز نشأ فيما يسمى عام الجماعة، أي العام الذي اجتمعت عليه الأمة على مبايعة معاوية بن أبي سفيان، واستنت بسنته في لعن علي، صاروا أهل السنة والجماعة. فجابر كان يروح في وسط هؤلاء أهل السنة والجماعة، هؤلاء الذين يبغضون عليا صلوات الله عليه، ويقول لهم أدبوا أولادكم على حب علي فمن أبى فلينظر في شأن أمه. هذا يعتبر الطعن في أمهاتهم، طعن في أعراضهم. من ذا يصنع هذا اليوم؟ من يسوي الذي كان يسويه هذا جابر، مع أنه كان رجلا شيخا كبيرا في السن، لا يفعله إلا أولئك الذين وفقهم الله تبارك وتعالى لأن يكونوا ليوثا في الحق لا يهابون أحدا ولا يخشون أحدا إلا الله تبارك وتعالى. لو الشيعة حقيقة كلهم هكذا يصبحون، كل الأمة كل العالم يصيرون شيعة أصلا، لأن الحق يحتاج إلى الشجعان لا يحتاج إلى الجبناء. مهمة بيان الحق وترويجه والدعوة إليه تحتاج إلى الشجعان، تحتاج إلى الرجال مو أشباه الرجال، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: يا أشباه الرجال ولا رجال. التبرير الذي يطرح لما يقال أيها الناس امضوا توكلوا على الله وانطقوا بكلمة الحق وإن كانت تستفز الآخر، ما من دعوة حق لا تستفز الآخر. أنت جيب لي نبي واحد دعوته ما استفزت الآخر، أكو؟ كل نبي جاء حينما انطلق بدعوته في السنين الأولى كان ذلك يستفز قومه، يطعن في آلهتنا، يطعن في أصنامنا، يطعن في أوثاننا. كل الأنبياء هكذا، ولذلك عادا أقوامه. كل الأوصياء هم هكذا، جيب لي وصي واحد ما كانت دعوته تستفز الآخر. لا يمكن كلمة الحق، لأنها كلمة حق وأنت تواجه بها أهل الباطل لابد أن يثور عليك أهل الباطل. هذا عجيب، هذا يريد يخلي رجل على رجل والمجتمع هم ما يصير ضده، أهل الباطل ما يصيرون ضده ويدعو إلى كلمة الحق. هاي شلون كلمة حق؟ هاي مو كلمة حق،
قضية واضحة يعني بدهية بدهية ما يستوعبون. تقول له تعال امضي اثبت على الحق، قل كما قال الإمام الصادق عليه السلام: والله لا أزال أقول الحق حتى أموت. يقول لا، أنا أخاف الفقر، أخاف القتل، أخاف يقتلوني، أخاف أنه أفتقر، يقطعون علي طريق الحج، وأنا دا أروح كل سنة مرشد سياحي، لا عفوا مرشد ديني للحج، فأنا ما أريد أخسر هذه الفيزا، شنو أسوي الآن؟ الله أكبر، مع من نحن نتحدث؟ أي منطق هذا؟ قضية الحق تحتاج إلى تضحية، فليكن فقر، فليكن قتل أصلا، إذا كان مع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فمرحبا بالفقر وبالقتل وبالبلاء إذا كان مع أهل البيت صلوات الله عليه، مرحبا مرحبا. كان هنالك رجل اسمه الحسن بن محمد بن الحسن ابن ميمون، رجل كان يعيش في زمان الإمام أبي محمد العسكري صلوات الله وسلامه عليه. وهذا للإخوة الطلبة أنا أنبه، هذا يختلف على الظاهر عن محمد بن الحسن بن شمون ذلك المغالي الضعيف الواقفي، هذا الرجل على ما يبدو رجل آخر ليس هو المطعون فيه رجاليا، وإن كان كثير من الرجاليين اشتبه عليهم الأمر، لأنه إذا كان رجاليا كيف يستقيم أنه يراسل الإمام العسكري، إذا كان واقفيا كيف يستقيم أنه يراسل الإمام العسكري، لا يراسله يعني لا يعتقد بإمامته يعني أساسا، فضلا عن أن يطلب منه الدعاء وأن يعني يسترشد بكلامه. على أي حال هذا الرجل يقول كما نجده أيضا في رجال الكشي، يقول: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أشكو إليه الفقر، حالتي بعد أشكوها إلى الإمام الزكي العسكري صلوات الله عليه، ثم قلت في نفسي، أنا كتبت الآن رسالة للإمام العسكري أشكو إلي الفقر وأطلب من الإمام العسكري مثلا أن يدعو لي أو يشفع لي عند الله عز وجل حتى أنا يعني يرتفع عني الفقر، ولكن بعد ذلك ندمت فقلت في نفسي: أليس قال أبو عبد الله عليه السلام يعني الإمام الصادق: الفقر معنا خير من الغنى مع عدونا، والقتل معنا خير من الحياة مع عدونا. والله لو نطبق هذه الكلمة، لو نتحلى بهذه الصفة، شوفوا أين نصل عند الله تبارك وتعالى. واقع الفقر معنا، الإمام الصادق عليه السلام يقول الفقر معنا خير من الغنى مع عدونا. شنو تستفيد أنت غني ولكن عايش مع أعداء أهل البيت، أو تستغني من أعداء أهل البيت؟ القتل معنا خير من الحياة مع عدونا. شنو تستفيد إذا تعيش مع أعداء أهل البيت؟ حياتك تريد أن تستبقي حياتك من أعداء أهل البيت؟ لا، قدم رقبتك للسيف، قل يا سيف خذني، يا سيوف خذيني، القتل معنا خير من الحياة مع عدونا. هذا الرجل تذكر بعدما كتب إلى الإمام الصادق، إلى الإمام العسكري عليه السلام، تذكر كلام الإمام الصادق، قال: ليش كتبت، ليش شكوت أصلا حالة الفقر؟ خلي أكون فقير ما دمت أنا مع أهل البيت عليهم السلام، ما يهمني، مو مهم. الإمام العسكري عليه السلام أجابه بجواب، ماذا كتب له؟ يقول: فرجع الجواب: إن الله عز وجل يمحص أولياءنا إذا تكاثفت ذنوبهم بالفقر.
أولياءنا يعني أولياء أهل البيت، شيعتهم، محبوهم، الله يمحصهم. يعني شنو؟ يعني ينقيهم، ينقيهم بماذا؟ بالفقر. إذا تكاثفت ذنوبهم، الشيعة يذنبون، الموالين يذنبون، فالله لا يريد أن هذه الذنوب تبقى عليهم تبعات وحسرات في يوم القيامة، فماذا؟ فيبتليهم بالفقر، يبتليهم بالبلاء. لماذا؟ حتى يمحصهم، حتى يطهرهم، حتى يكون الفقر مثلا لهم كفارة عما اقترفوا. ولهذا عادة ما يكون محبو أهل البيت عليهم السلام يعني تنزل عليهم البلاءات. ليش ما تنزل على غيرهم؟ أكو شعب مثلا الآن، شعب عربي مثلا من الشعوب، عانى ما عانى مثل الشعب العراقي؟ لا يوجد. ليش؟ لأن الشعب العراقي شيعي، لازم ينكفخ. لماذا؟ لأن الله يريد أن يمحص الذنوب. هذه إحدى العلل، لا هي لوحدها فقط، إحدى العلل. علينا أن نقرأ الحكمة الإلهية كيف تكون على الأرض. فالله يمحصنا بالبلاء، يمحصنا بالفقر، يمحصنا بالقتل. إن الله عز وجل يمحص أولياءنا إذا تكاثفت ذنوبهم بالفقر. وقد يعفو عن كثير، وقد الله عز وجل أيضا يعفو عن هذه الذنوب ولا يصيبك بفقر، لا يصيبك ببلاء. الأمر بيد الله تبارك وتعالى، وأنت عليك الاستغفار والتشفع بأئمتك وسادتك صلوات الله عليهم، وتسأل الله العافية. ثم يقول الإمام العسكري عليه السلام موجها كلامه لمحمد بن الحسن بن ميمون هذا، يقول له: وهو كما حدثت نفسك. شوف الإمام علم بما حدث به هذا الرجل نفسه قبل أن أصلا يبلغ الإمام عليه السلام. لماذا؟ لأن الإمام المعصوم مطلع بإذن الله على ما في الضمائر، يعرف ماذا تحدث به نفسك. قال: وهو كما حدثت نفسك، الفقر معنا خير من الغنى مع عدونا، ونحن كهف من التجأ إلينا. نحن كهف للاجئين الذين يلتجئون إلينا، ونور لمن استضاء بنا، وعصمة لمن اعتصم بنا، ومن أحبنا كان معنا في السنام الأعلى. شايف سنام الجمل؟ السنام هنا كناية عن ماذا؟ عن الرفعة والعلو والمرتبة العالية. الإمام عليه السلام يقول: ومن أحبنا كان معنا في السنام الأعلى، في أعلى المراتب، في فردوس الخلد. ومن أحبنا كان معنا في السنام الأعلى، ومن انحرف عنا فإلى النار. الذي ينحرف عن أهل البيت إلى النار، إلى النار. هذا الذي لا يستضيء بهذا النور ويأتم بغير هؤلاء الأئمة الشرعيين، هذا مآله. أي مآله؟ النار. شاهدنا أنه إن كانت الدعوة إلى سبيل الله تبارك وتعالى تقتضي شيئا من الخوف، شيئا من الفقر، شيئا من التعرض للظلم، التعرض للمظالم، أنه الإنسان تقع عليه مظلمة، شيئا من المشاكل، شيئا من التضحيات، وإن بلغت القتل في سبيل الله عز وجل فمرحبا، ما دام هذا مع أهل البيت، هذا المتصدي ما دام مع أهل البيت فلا يهمه. الفقر معنا خير من الغنى مع عدونا، والقتل معنا خير من الحياة مع عدونا. هذا هو المبدأ الذي ينبغي أن يتحلى به هذا الذي ينطلق في اتجاه الدعوة إلى سبيل الله.
لا أنه يتزحزح عن الحق، يكون عنده ثبات على الحق، يثبت على الحق، لا أنه يجامل في سبيل الله، عفواً يجامل على حساب سبيل الله تبارك وتعالى، يجامل على حساب دين الله عز وجل، يجامل الطغاة مثلاً، يجامل بعض الطوائف المنحرفة، هذا حيدة عن الحق، هذه حيدة عن الحق، هذا انحراف عن الحق، هذا ليس ثباتاً. وسبحان الله، إذا تتبعتم جيداً والوقت يوشك على أن ينقضي، ولكن أقول كلمة هكذا دون أن أفصل الآن، وإلا الكلام في هذه النقطة يحتاج إلى تفصيل واقعا. إذا تتبعتم أيها الإخوة تجدون كل من يساوم على دينه من أجل دنياه، يعني من أجل أن يصلح شيئا من شؤون دنياه، تجد أن الله تبارك وتعالى يقرعه بطامة أكبر وبمصيبة أعظم في دنياه مما أراد أن يصلحه. بعبارة أخرى، كل شخص تجدونه من أجل شيء من شؤون الدنيا، من أجل كسرة من مكسورات الدنيا، يريد أن يرممها فيتنازل عن الحق، يتنازل عن الدين، فإنك تجد أنه بعدما يرمم هذا الشيء، يرمم هذا الشيء المكسور من دنياه، الله عز وجل يبتليه بكسر وفتق أعظم في دنياه من جهة أخرى. لاحظ ماذا يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه في نهج البلاغ، يقول: لا يترك الناس شيئا من أمر دينهم لاستصلاح دنياهم إلا فتح الله عليهم ما هو أضر منه. علمت معنى العبارة؟ تأملوا فيها. لا يترك الناس شيئا من أمر دينهم، يتنازل عن شيء من دينه، لماذا؟ لاستصلاح دنياهم، حتى يستصلح شيئا من دنياه، شيء مكسور من دنياه، يرمم شيئا من شؤون الدنيا، فيتنازل عن الدين، عن شيء من الدين، إلا فتح الله عليهم ما هو أضر منه، فتح الله عليه ضررا أعظم في دنياه أيضا مما أراد أن يصلحه. سنة الله هي هذه. لذلك يشهد الله، أنا شخصيا ما رأيت شخصا تنازل عن الحق قيد أنملة من أجل شأن من شؤون الدنيا إلا وأصيب بما هو أعظم حتى في دنيا، حتى في دنيا. كان هنالك رجل وعاصرتموه، كان يسمى ماذا؟ أمل الأمة والإمام، الخليفة المنتظر، مو هالشكل؟ تنازل عن شيء من الدين حين شكك في قضية ظلامة الزهراء عليه السلام وقضية فدك، فماذا حل به بعدما كان أمل الأمة والإمام والخليفة المنتظر، واللي مفروض الآن يكون مقام، أو قبل سنوات قبل أن يهلك يكون مقام معظم رهبري، مو هالشكل؟ شنو صار؟ خسر الدنيا والآخرة. والأمثلة كثيرة، الأمثلة كثيرة أيها الإخوة. لا يكونن أحد منكم والعياذ بالله ينزلق إلى هذا المنزلق، يقع في هذا الفخ، التنازل عن الحق أو التزحزح عنه ولو شعرة. لا، قل كما قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: والله لا أزال أقول الحق حتى أموت. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.